الحياة تتوقف عند محطة مظلمة، ومن قد يصدق أن هذه الفتاة التي في الصورة كانت في يوم من الأيام أضخم إنسان على وجه الأرض. إليكم قصة أغرب من الخيال للمرأة القاتلة ذات النصف طن في حلقة جديدة من عالم عجيب. عرفت مايرا روزاليس البالغة من العمر 34 عاما بالإنسان الأكثر وزنا على سطح الأرض، وذلك بعدما وصل وزنها إلى 453 كيلوغراما. وبدنتها هذه جعلتها تتصدر عناوين أكبر الصحف في أكثر من مناسبة، لكن الخبر الذي كان بمثابة قنبلة زلزلت الرأي العام الأمريكي هو اعترافها بقتل ابن شقيقتها بالخطأ بعدما سحقته بوزنها، ليطلق عليها اللقب المشهور القاتلة ذات النصف طن. لكن القضية أخذت منحا آخر حين أثبت تقرير المعمل الجنائي استحالة قتل مايرا لابن أختها بالصورة التي وصفتها في التحقيق، ملقين اللوم على شقيقتها أم الطفل المتوفي والتي اتضح أنها القاتلة الحقيقية. تعود أحداث هذه القصة المأساوية إلى شهر مارس من سنة 2008، عندما نقل الصغير أليسكو ذي العامين إلى المستشفى مع صعوبات في التنفس وإصابة خطيرة في الرأس، توفي على إثرها بعد ذلك. حينها طلبت جايمي أم الطفل القتيل من شقيقتها مايرا أن تلبس تهمة القتل الخطأ عنها، مقنعة إياها بأنه لا شيء تبقى لها لتعيش من أجله بعد أن أصبحت حركتها من على سريرها الذي ترقد فيه ليلا ونهارا شبه مستحيلة. وحينها وافقت مايرا بسبب عدم رغبتها في العيش على هذا النحو، آملة أن تنال موتة بالإعدام في هذه القضية. لكن في يناير من سنة 2012 تم تبرئتها من جريمة قتل ابن أختها، فشهدت مايرا أمام المحكمة أنها رأت أختها تستخدم الفرشاة لضرب الصغير أليسكو مرارا وتكرارا على ذراعيه وساقيه ورأسه لرفضه تناول الطعام، وأنها اعترفت بالجريمة كذبا حتى لا تحرم أطفال أختها من أمهم. وأضافت أيضا أنها غيرت رأيها وقررت الاعتراف بعد أن رأت أختها تضرب أطفالها الآخرين بنفس الطريقة دون أن تتعظ. وبعد أن واجهت المحكمة الشقيقة جايمي روزاليس بكل هذه الأدلة، اعترفت في النهاية بأنها مذنبة في قضية وفاة الطفل، وتم الحكم عليها بالفعل بالسجن لمدة 15 عاما تاركة رعاية أولادها لشقيقتها السمينة. وفي هذه النقطة بالتحديد تغيرت حياة مايرا روزاليس تماما في تطور لم يتوقعه أحد، عندما واجهت مخاوفها واتخذت قرارا تاريخيا بتخفيض وزنها والعودة إلى معدلات الوزن البشرية، وذلك لكي تستطيع رعاية أبناء شقيقتها الذين لم يعد لهما سواها. فتبنى حالتها الطبيب يونان نوزاردن البارز في هذا المجال، كما تطلب الأمر 10 رجال أقوياء البنية وهدم جدار منزلها لنقلها من أجل بدء مشوارها الصعب، حيث خضعت ل11 عملية شفط للدهون وإزالة الجلد الزائد، بالإضافة إلى خضوعها لبرنامج غذائي قاس وحصص رياضية مكثفة ترتب عنها خسارتها ل362 كيلوغراما، أي حوالي 80% من وزنها الأصلي، ليصبح وزنها الحالي 91 كيلوغراما فقط. وكان هذا بمثابة صدمة للجميع عندما ظهرت بعد عامين في عدة برامج أمريكية مشهورة بشكل فات ورشاقة مثالية تشرح تفاصيل تغيرها هذا، لتجعل من قصتها مصدر إلهام للعديدين ممن فقدوا الأمل في الحياة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم.